الآن تشاهدون. فريق الجدعان يعلن شروط وزارة الزراعة لمنح الأراضي الصحراوية لصغار المربين للدواجن، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الزراعة 2030. ومحمد غانم يناقش مع خبراء صناعة الدواجن في المؤتمر 11 للجمعية المصرية البيطرية للدواجن محاور النهوض بتلك الصناعة التي تتجاوز استثماراتها حالياً نحو 90 مليار جنيه. نظمت الجمعية البيطرية المصرية للدواجن المؤتمر العلمي 11 لصناعة الدواجن بعنوان نحو استراتيجية قومية للسيطرة على مشاكل صناعة الدواجن في مصر، والمؤتمر كان برعاية الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة وإصلاح الأراضي، وبيرأسه شرفيا الدكتورة منى محرز نائب الوزير لشؤون الثروات الحيوانية والداجنة والسمكية، وبحضور أكثر من 700 مربي وخبير دواجن. قبل ما نشرح أهداف المؤتمر وأسبابه وليه كان في حرص على حضوره من رأس الصناعة ممثلة في وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نقول ببساطة جديدة جدا إن صناعة الدواجن حاليا بتواجه هجمات كوكتيل من الأمراض الداجنة زي الإنفلونزا والآي بي والمارك والميكوبلازما وغيرها، واللي بتدمر القطعان الداجنة بمختلف أشكالها، تسمين، بياض، أمهات، ويمكن كمان الجدود اللي هي أعلى درجات التربية في الدواجن. أما السبب الرئيسي وخصوصا في مزارع صغيرة ومستثمرين في الإنتاج الداجني هو غياب الوعي عند المربين بالأمان الحيوي للمزارع. يعني لو قلنا ان 80% من الصناعه بيتحكم فيها العنابر الصغيره، يبقى 80% من الصناعه مهدده بصوره دايمه رغم ان اجراءات الامان الحيوي من ابسط ما يمكن ولابد منها. ما هو الفرخه دلوقتي بقى ليها كتالوج ومطلوب منها وراثيا تحقق اعلى وزن كلحوم او اكبر كميه بيض في اقل وقت، وبتبقى تحت ضغط شديد جدا عشان تفجر كل صفاتها الوراثيه. ازاي ما نحمهاش ونعرضها كمان لضغط الاصابه بالامراض؟ المهم إجراءات الأمان الحيوي لازم يتدرب عليها المربي والطبيب البيطري والمهندس الزراعي والعامل الفني في المزرعة، ويلتزم بيها أي زائر من بره بالإجبار، وإلا ما يلزمناش زيارتك. الكلام ده مفهوش كسوف. في الحقيقة كانت مفاجأة كبيرة حرص الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على حضور المؤتمر البيطري 11 وإعلانه تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهل صناعة الدواجن وخبرها، وإصراره على النهوض بالصناعة ووضع استراتيجية حقيقية لإنقاذها. أحب أن أنقل لحضراتكم جميعا تحيات وتقدير سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. خليني أقول لحضرتك النهاردة حضرتك استمعت إلى مشاكل المربين، مشاكل الخبراء، مشاكل الصناعة، ما هي القرارات التي ننتظرها خلال الفترة الجاية دي للنهوض بصناعة كبرى اسمها صناعة الدواجن. حجم استثماراتها حسب ما قالت وزارة الزراعة النهاردة 90 مليار جنيه. تشجيع الاستثمار في مجال الانتاج الداجني ده هدف استراتيجي لوزارة الزراعة، وانشاء مشروعات ضخمة في الظهير الصحراوي او في نطاق مشروع المليون ونص فدان ده امر في غاية الاهمية لعدة اسباب. الاولاني ان هو توفير الأمان الحيوي بالبعد الجغرافي لهذه المشروعات. الثاني هو تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدة الأرض في نطاق مشروع المليون ونص فدان، لأنه لابد من تنوع مصادر الإنتاج الزراعي ما بين إنتاج نباتي وإنتاج حيواني وإنتاج داجني وسمكي، فبالتالي أحد هذه المجالات اللي احنا بندعمها هو الاستثمار في المجال الداجني خصوصا، وإنه من المجالات اللي العائد الاستثماري فيها سريع وأعلى مقارنة مثلا بإنتاج اللحوم الحمراء من الحيوانات الكبيرة. ما عليك النهاردة اتكلمت على حماية الصناعة الوطنية من هجوم الاستيراد، الإجراءات اللي هنتبعها لحماية الاستيراد لحماية الصناعة الوطنية. خليني أقول لحضرتك حاجة، إحنا هدفنا الأول هو حماية الصناعة الوطنية بجانب حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار. وحضرتك عارف إن مدخلات الإنتاج في صناعة الدواجن بتتعرض للتأثر بالأسواق العالمية، ومن هنا ممكن بتبقى في مراحل بترتفع فيها
سعر المنتج المحلي. فاحنا بنقول انه طالما ما بنصلش الى الحدود الاسعار العليا بنحمي الصناعة الوطنية، لكن اذا ارتفعت الاسعار الى درجة كبيرة نتيجة لقلة المعروض فيبقى في الحالة دي لابد ان احنا نتدخل بفتح باب الاستيراد لكميات تحقق التوازن السعري اللي يحقق مصلحة المنتج وفي نفس الوقت يحمي المستهلك. مع الوزير، البنك المركزي من خلال البنك الاهلي يعد حاليا مبادرة كبرى للنهوض بصناعة الدواجن. هذه المبادرة وزارة الزراعة لها باع طويل في هذه المبادرة، حضرتك شايفها ازاي؟ ممكن نطبقها ازاي بحيث يستفيد المربين من هذه المبادرة؟ هل من خلال شركات مساهمة؟ هل من خلال التكتل في مجموعات؟ هل اللي هياخد المبادرة دي او هي شركات مساهمة هيبقى ليه حوافز زي مثلا ياخد ارض من وزارة الزراعة قريبة؟ احنا بنقول تجمعات صغار المنتجين مع بعض في اطار تشاركي وتكافلي مع بعض، ده هيشجعهم على او هيوفر لهم فرص افضل في التمويل لمشروعاتهم اللي عايزين ينفذوها، مش بس من خلال البنوك ولكن من خلال ايضا الدعم الفني والتقني اللي ممكن تقدمه وزارة الزراعة وتوفير مناطق اللي هي الاقرب لرغباتهم، لانه هم برضو محتاجين انهم ياخدوا دعم في المرحلة الأولى علشان يقدروا يبدأوا هذه المشاريع. سألت الدكتور عز الدين أبو السيد عن إصابة القمح في موسم 2019 بمرض صدع القمح وتكبد المزارعين لخسائر كبيرة، وكانت إجابته مفاجأة كبيرة، وعلى فكرة ده أول تصريح للوزير عن صدع القمح. وآخر سؤال أسأل حضرتك، هي خارج عن الدواجن ولكن مهم جدا نسمع رأي حضرتك، بعض حقول القمح أصيبت بمرض صدع القمح، المزارع عملوا الذنب؟ وانا في برنامج جدعان طلبت بالتعويض، واعلم ان حضرتك مهتم جدا بهذه القضيه، الحلول فيها ايه؟ مزارع زرع وفوجئ بصدع القمح وده بيستناه. لا لا لا، عايز اقول لحضرتك حاجه، المساحات المصابه بصدع الاصفر للقمح موجوده في مناطق محدوده في الوجه البحري نتيجه لانهم بعض الشركات او بعض موزعي التقاوي وزعوا صنف 6-12 في الوجه البحري، هو المفروض ما يتنقلش للوجه البحري، لكن نتيجة لتميزه في الصفات الانتاجية بعض المزارعين أقبلوا على زراعته. احنا قدمنا حملة إرشادية وتوعية لكيفية المقاومة الكيماوية لهذا المرض. المساحة التي أصيبت زي ما قلت لك مساحة محدودة، بالإضافة إلى نقطة أهم وهي أنه توقيت ظهور الإصابة كان القمح تعدى في مرحلة النضج احتمال الإصابة بالضرر، فالإصابة أولا في مناطق محدودة والمناطق التي أصيبت تم المعالجة فيها والانخفاض في المحصول في المناطق المحدودة دي قليل للغاية، وإن شاء الله عندنا محصول مباشر السنة. بطبيعة الحال الدكتور أبونا محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروات الحيوانية والداجنة والسمكية كانت حريصة على التواجد بقوة والرد على كل تساؤلات أهل صناعة الدواجن وخبراها، أولا لأنها الرئيس الشرفي للمؤتمر، وثانيا لأنها واحدة من أهم الناس اللي بتخطط لإنقاذ الصناعة وإعادة هيكلتها، وثالثا عشان تشرح فكرة الشركات المساهمة وهي الأمل لإنقاذ صغار المربين للدواجن وتضخيم كيانتهم، وطبعا في حوافز كبيرة للمربين اللي هينفذوا فكر الشركات المساهمة. ركزوا مع كل كلمة هتقولها. دكتورة منى محرز، أولا مجهود عظيم جدا لتوفير أراضي للشركات الكبرى، عندنا طاقة كبيرة جدا مزارع يتم إنشاءها حاليا من الشركات الكبرى. خليني أكلم حضرتك على صغار المربين في الوادي والدلتا، دايما بنقول عايزين نساعد الناس دي عشان ما يبقوش هم السبب في حدوث مشاكل الصناعة في مصر. الناس عايزين يخرجوا برا الوادي الدلتا، ليس صح ان هم مش عايزين يخرجوا، ولكن هيروحوا فين؟ هدي له حتة صحراء اقول له اشتغل، ولا في حوافز ثانية لو اشتغل هنعملها له؟ لا، انا عايز اقول الاستثمار مش بس للشركات الكبيرة او القادرة، لكن احنا كمان فاتحين لصغار المربيين، لكن حاطين اشتراطات صحية وبعد وقائي وكمية إنتاج عشان ما يحصلش العشوائية اللي حصلت في الدلتا إنها تتنقل إلى الظهير الصحراوي أو المحافظات الصحراوية، وحاطين مقننات للمزارع اللي هتكون قائبة قد إيه إنتاجيتها قد إيه طاقتها قد إيه مساحتها، وبالتالي حاطين حد أدنى للمساحات. وعايز أكد على صغار المربين، إحنا لما حسبنا
التكلفة الاستثمارية لمشروع متكامل، لو أنا بقول من الأمهات لمصانع التفريخ إلى التسمين، مصنع علف، جازر، مصنع علف، كل سلسلة الإنتاج، لقينا التكلفة بحوالي 50% من لو أنا بعمل أجزاء متناثرة. وبالتالي على صغار المربين يجدوا فيه فرصة سانحة، أن الدولة كلها موفرة آليات الاستثمار، في قانون الاستثمار، في الخريطة الاستثمارية النهاردة الجاهزة لأماكن المزارع في مصر كلها في المناطق الصحراوية، سواء محافظات صحراوية أو محافظات. أخذ أرض في محافظتي اللي أنا فيها يا دكتورة لو ليها ظهير صحراوي؟ ظهير صحراوي تاخد. دكتورة منى، خلينا اتناقش مع حضرتك شوية في الشركات المساهمة دي. أنا جمعت المربين عندي في المنطقة بتاعتي واتفقنا ان احنا نطلع بكيان كبير زي مجموعه انا، احنا رحنا شفناهم ناس عاملين شغل زي الفل. لو جيت الوزاره، هل في تنسيق ما بين الوزاره وما بين هيئه مشروعات التعمير والتنميه الزراعيه صاحبه الولايه على هذه الارض على تخصيص اراضي لهذه الشركات المساهمه لبناء مزارع الدواجن، ويبقى تكلفتها كام، يعني سعر الفدان كام، وهل هيتم معاملتها كمشروع زراعي يعني باقل تكلفه لسعر المتر او الفدان في المباني، كيف تفكرون؟ احنا طبعا عندنا لجنة في وزارة الزراعة بما فيها هيئة التعمير، ومش بس كده، ده احنا عندنا الخريطة الاستثمارية لجميع الاراضي حتى الخاصة بالمحافظات وتحت ولاية المحافظات، احنا عندنا خريطة استثمارية للاستثمار في قطاع الدواجن، فاحنا جاهزين اللي بيجي يقدم عندنا طلب سواء بنوجهه لهيئة التعمير او بنوجهه الى السادة المحافظين. والحقيقة الاجراءات بتكون سريعة جدا لان في قرارات منظمة من مجلس الوزراء للاستثمار، وزي ما حضرتك عارف ان احنا عملنا حق انتفاع لهذه المشروعات، وبالتالي حق الانتفاع بسيط. ليه عملنا حق انتفاع؟ لان الدولة فكرت ان المنتج ده عايز يضخ استثمارات، فيضخ استثمارات بدل ما يدفعها في تمليك للارض ويضيع وقت والارض تتسقع، لا ياخد فلوسه ويبتدي سنة. يا دكتورة 30 سنة حق انتفاع وقابلة للتجديد لو المشروعات ما زالت قائمة وما فيش فيها تغيير، وبالتالي دي فرصة كبيرة جدا ان هو يبتدي يشتغل بفلوسه وان هو يدخل في المشروعات وبصورة وبآلية سريعة. واحنا عندنا تكليفات من السيد رئيس الجمهورية ان الاراضي تكون جاهزة بجميع موافقاتها قبل العرض على المستثمر. دكتورة منى، بشرتينا بترخيص حوالي 30,000 مزرعة داخل وزارة الزراعة، يعني بقينا عارفين هي فين، الناس بتشتغل فيها ازاي. بعض المزارع احنا بنقول عندنا حوالي 75,000 مزرعة دواجن في مصر او عنبر دواجن في مصر، بعضهم لم يرخص، بعضهم عشوائي لا يلتزم باشتراطات الامان الحيوي. انا عايز كلام حاسم، من سيسمح له بالترخيص خلال الفترة اللي جاية؟ انا ماليش دعوة بمربي صغير او كبير، انا ليا دعوة اللي يطبق امان حيوي. عايز اقول لحضرتك ان اصلا احنا كان كل اللي موجود في عملية الترخيص عدد محدود من قبل سنتين ما يجيش 1,000 وشوية مزرعة، وصلنا ل30,000 مزرعة انتاج حيواني وداجيني. والحقيقة كان في اساس في ان احنا نبتدي نرخص للناس عشان نحطهم في منظومة الدولة، وكمان علشان هو يبقى عنده الفرصة ان يطور نفسه ويبقى معاه التراخيص اللازمة لعملية التطوير ويقدر ياخد قروض ويقدر يرفع قدراته ويقدر يطور مزرعته. احنا بندي تراخيص تشغيل مؤقتة لبعض المزارع الضعيفة في الأمن الحيوي وبنديها سنة سماح عشان تقدر تطور نفسها، كل ده علشان يقدر يرفع قدراته ويقدر يكون منافس. النهاردة المزارع، عايز أكد على إخواننا المزارعين والمربيين، المزارع الضعيفة في الأمن الحيوي هي الحقيقة بتتكبد مخسائر لأن هي بتعاني من الأمراض والأوبئة، لأن ما فيش حدود تمنع عنها المرض. بتستر الأمان الحيوي، لازم الأمان الحيوي الأساس، وبعد كده بيعمل إجراءاته من التحصينات ومن الرعاية ومن التغذية اللازمة اللي في الآخر يدينا منتج منافس. منتج منافس يعني كل المدخلات تكون أقل ما يمكن في عملية الخدمة والمتابعة وخلافها. الجمعية المصرية البيطرية للدواجن من أعرق الجمعيات الغير هادفة للربح اللي هدفها النهوض بصناعة الدواجن ودعم المربين وتعريفهم بأحدث الأبحاث في قطاع الدواجن. تعالوا نقابل الدكتور مجد القاضي، وهو رئيس الجمعية المصرية البيطرية للدواجن ويعتبر واحد من أهم علماء أمراض الدواجن في الوطن العربي، عشان يكلمنا عن المؤتمر الـ11 للجمعية المصرية البيطرية للدواجن. مجد القاضي، كلمنا عن الأمان الحيوي وكلمنا عن ترخيص المزارع وكلمنا عن أشياء عديدة جدا في صناعة الدواجن. تقييم حضرتك لأداء وزارة الزراعة الفترة الأخيرة وخصوصا مع ترخيص المزارع،
مع الالتزام بترخيص المزارع اللي فيها امان حيوي، تقييمك لها ايه وايه المطلوب منها الفتره اللي جايه؟ والحقيقه طبعا هو في يعني نقله ملحوظه في اداء الهيئه العامه للخدمات البيطريه ووزاره الزراعه، وخصوصا بعد ما بقى فيه نائب للوزير مختص بهذه الصناعة ومختص بالثروة الحيوانية والثروة الداجنة والثروة السمكية، فبقى في نوع من التركيز على الصناعة لأن هي كانت بتدخل من ضمن أعمال وزارة، وزارة الزراعة دي من الوزارات الكبيرة جدا. النقطة الثانية هو في النقلة الموجودة والملحوظة هو التواصل ما بين الجهات التنفيذية والجهات الإنتاج، الناس الباحثين اللي شغاله في الفيلد، كان الاول دول بعيد كنا في جزر منعزله، دلوقتي في نوع من المشاركه، ولسه الشهر اللي فات كان في اجتماع موسع وقعدنا فيه اكثر من 3 ساعات، معالي نائب الوزير دعتنا وقعدنا نتناقش في المشاكل الموجوده والاولويات بتاعتها والحلول المقترحه بحيث ان احنا نخرج بالصناعه الى بر الامان. الدكتور مجد السيد رئيس مجلس اداره شركه ميفاك للقاحات البيطريه، اول مصنع وطني للقاحات البيطريه في مصر، قدم للعالم مفاجأة كبيرة وهي لقاح IPVAR2، وده لقاح من نترة محلية مصرية لمكافحة مرض الالتهاب الشعبي الهوائي، أخطر أمراض الدواجن. تعالوا نتعرف على نتائجه في المزارع. دكتور مجدي، احنا قبل كده برنامج الجدعان تناولنا نجاح مصنع ميفاك في إنتاج IPVAR2، ده لقاح من النترة المحلية لمرض IP اللي هو يا جماعة مرض التهاب الشعبي الهوائي، ده واحد من أخطر الأمراض اللي بتدمر قطعان الداجنة داخل العنبر. كلمنا عن رحلة تسجيله واختراعه وابتكاره داخل مصر. IPVAR2 اللي احنا انتجناه في ميفاك هو الوحيد اللي عنده الكفاءة ان هو يحمي القطعان المصرية، والقطعان اللي فيها IPVAR2 اللي موجود من اول الامارات والكويت والبحرين لحد المغرب هو الوحيد اللي ممكن يعمل سيطرة فوق 95%. طبعا ولا نجهل ابدا ابدا، كل مرة بقول الكلام ده، اللقاح لوحده لا يصلح بدون الأمن الحيوي أو الأمان الحيوي، لابد من عمل الأمان الحيوي المناسب مع استخدام اللقاح المناسب في هذه المرحلة وفي هذا المرض. بنقول IPVAR2 هو الأنسب، وبناء عليه احنا كمان بنتابع مع الوزارة العترات المتغيرة اللي بنشوفوها كل فترة عشان نتأكد ان احنا ما زلنا شبيهين بالعترة أو هي دي العترة اللي موجودة اللي بنقدر نحمي منها. خلينا دكتور أكلمك على نتائج الفارتو في السوق، اخباره ايه في المزارع بكل حياده يا دكتور؟ والله احنا الحمد لله رب العالمين، احنا بقى نشغل شهرين ومش عايز اقول لك خبرين كويسين قوي. خبر الاولاني اللي بدا استخدام اللقاح لثالث دوره، والدوره هنا انا بقول ايه 600,000 طائر لثالث دوره متصله بيتم استخدام لقاح IPVAR2 في المزارع دي، فده اول حاجه بيؤكد ان احنا الحمد لله قدرنا نتحكم في المشكله، والوفيات اللي كنا نسمع عنها 30% و40% و25% تقريبا بقت 5% واقل من 5%. هيقول لك خبر تاني في منتهى الجمال، احنا ودينا اول باتش للقاح IPVAR2 للكويت واستخدم في احدى المزارع الكويتيه اللي هي تعتبر اكبر مزرعه في الكويت، بعد ما ودينا للناس دي 500,000 جرعه. واكد لك ان بعد 3 اسابيع اما قاسوا الانتي بودي تايتر، يعني لما قاسوا التترات المناعية، طلبوا 10 مليون جرعة يا اسمعوا، 10,000 فايل بعشرة مليون جرعة رايحين للكويت خلال الثلاث ايام اللي جايين دول. فانت النهاردة الحمد لله بتثبت نجاحات على اعلى مستوى سواء في مصر سواء في الوطن العربي، الوطن العربي جزء من مسؤولياتنا برضه، وان شاء الله الفترة اللي جاية هتلاقينا بنقول نفس الكلام ده في الامارات، لان احنا في الامارات متواجدين بقالنا 4 سنين بلقاح H9 وبلقاح IP الميت الانكتيفيتد، والحمد لله أكبر مزارع دواجن في الإمارات في باكستان بتستخدم اللقاحات المصرية. ده الدكتور تورو خبير IP الأمريكي العالمي، بالمناسبة قال لبرنامج الجدعان إن مرض IP من الصعب مكافحته بدون تصنيع لقاح من العترة المحلية للمرض، شرط الالتزام بكل معايير الأمان الحيوي في المزرعة. It's very difficult to find a solution for the IP problem because we haven't been able to find a solution in the world anywhere. Bronchitis was first discovered in the early 40s and then we produced lots of vaccines in the 50s and here we are still talking about it. So it's a tremendous problem, but I hope that my contribution will be a better understanding how the virus works so that people, more people can think about a solution. I think it is very, very difficult to introduce new viruses into a country or a region.
You only should do that if those strains are identical to the ones you have in your country. Otherwise, you will have problems of recombination, and in the end, you will have new strains that might be worse than the previous one, because recombination happens between vaccine viruses, live vaccine viruses, as well as between wild and vaccine viruses. So introducing strains from other countries is not a good idea in general. We don't do that in the United States. We don't get any viruses into the country. We try to even impede transmission of or carrying the virus from one state to the other, because we know that we can contaminate the region. معهد الأمصال واللقاحات البيطرية بوزارة الزراعة هو خط الدفاع الأول عن ثروتنا الحيوانية والداجنة، مفيش جدال. علماء مهمتهم تصنيع اللقاحات البيطرية لتكافح أشرس الأمراض البيطرية. تعالوا نقابل دكتور محمد أحمد سعد مدير معهدنا الوطني العملاق. مؤتمر الجمعية المصرية البيطرية للدواجن. مجهود كبير بيتعمل لحماية صناعة النهاردة اتقال استثماراتها بلغت 90 مليار جنيه. معهد الأمصال واللقاحات متعودين منه دايما إن هو خط الدفاع الأول عن هذه الصناعة. ماذا عددنا لحماية صناعة استثماراتها 90 مليار جنيه؟ بداية يعني أشكر سيادتك على إتاحة الفرصة للمعهد إن في هذا اللقاء المثمر. المعهد بالإضافة إلى جميع اللقاحات اللي هو بينتجها لحماية الثروة الداجنة قدرنا إن احنا نسجل 7 لقاحات جديدة لم تكن تنتج من المعهد من قبل، أهمها لقاح الدرزي اللي هو كان بيقرق كل مربي البط وكان بيمثل عبء كبير جدا من تكلفة زايدة. قدرنا ان احنا نوصل جرعة اللقاح لسعر لا يقرب من ربع التكلفة اللي كانت بتدفع فيه. ايضا المعهد انتج لقاح الريميريلا لحماية ايضا البط، لقاح السالمونيلا، لقاح التهاب الشعب المتحور، لقاح الانفلونزا بعتراته الاتش 5 والاتش 9 مع النيوكاسل، وبالطريقه ديت قدرنا ان احنا نساهم بلقاحات جديده لحمايه الثروه الداجنه. في نفس الوقت كمان المعهد بيطلع اللقاحات ديت بجرعات تتناسب مع جميع الساده المربين، المربي الصغير والمزارع الكبيره، وباسعار اقتصاديه في متناول الجميع. دكتور محمد، خليني اسال حضرتك بشكل واضح شويه. بعض المربين يفتقدون الثقه في معهد المصل واللقاح البيطري. حضرتك عالم جليل، اديني الثقه، رجع لي الثقة، هتقول لي ايه؟ هقول لحضرتك ان المعهد قدر الحمد لله ان هو يحصل على 3 شهادات اعتماد عالمية من معهد من جهة الاعتماد الوطني مكتب الإيجاك واللي هو معتمد من الإيلاك العالمية. شهادات الاعتماد دي عشان يحصل عليها اي معمل انتاجي دي بتدي الثقة العالمية للمعمل ده ان هو بينتج طبقا للمعايير الدولية. الدكتور حسين علي حسين وكيل كلية الطب البيطري في جامعة القاهرة، واحد من اهم خبراء الامراض الفيروسية في الوطن العربي، وهيكلمنا دلوقتي عن مرض المرك الداجني، وده بيصيب القطعان الداجنة وبيسبب خسائر كبيرة للمربين رغم ان الحل بسيط جدا. تعالوا نتعرف عليه. دكتور حسين علي حسين، حضرتك كلمتنا بعبقرية النهاردة عن مرض المرك، وهو اخطر الامراض المناعية، ده بيثبط مناعة الطائر، يعني بيدمر القطيع. عايز حضرتك تفهمنا ايه هو المرض، كيف يمكن مواجهته، ازاي نقدر نتعامل مع هذه الكارثة، التثبيط المناعي للقطعان. الحقيقة أنا يمكن بتناول موضوع جديد شوية، وهو ظهور بعض العطرات الجديدة من فيروس قديم جدا اسمه فيروس المرك. هو أحد أهم الأسباب الأورام السرطانية في القطعان طويلة المدى اللي احنا زي البياض والأمهات، وفي نفس الوقت ظهرت منه عطرات جديدة بتسبب تثبيط مناعي ومنتشرة. وهذه العطرات خطورتها بتكمن في التثبيط المناعي لأنها بتصيب القطعان، خاصة قطعان التسمين في الأعمار الأولى، مما بيخلي الجهاز المناعي لهذا الطائر بيبقى مصبط مناعيا، فالاستجابة المناعية لهذا الطائر بالنسبة للأمراض التانية الحقيقة بتكون قليلة جدا، وقد يكون أحد أهم المشاكل في العدوى المركبة وحدوث العدوى المركبة بالأمراض الفيروسية داخل، وخاصة الأمراض الفيروسية التنفسية داخل قطعان التسمين. وممكن يكون هو اللي بيمهد، أحد من أسباب الممهدة إن النفوق بيزيد لما بتخش الأمراض. ما فيش
عندهاش مناعه يا دكتور. ما هي مشكله المرك وخاصه بعض العطرات الجديده اسمها اي اس ام دي في اللي هي عباره عن اميون سبريسيف، يعني عطرات مثبطه مناعيا لفيروس المرك. الحقيقه العطرات دي بدات تنتشر وتعتبر من احد اهم اخطر العوامل على صناعه الدواجن وخاصه قطعان التسمين. المرك زي ما احنا بنقول بنحصن اوريدي قطعان البياض والامهات للمرك، ولكن لا يوجد تحصين لهذه العطرات تحديدا من فيروسات المرك. عشان كده احنا بنقول والله الجديد في هذه العطرات لابد من البحث عنها، لابد من تسجيلها، لابد من تحديد مدى خطورتها ومدى الكونتريبيوشن او مدى تدخلها كعامل واجهه ازاي. احنا ما عندناش لقاءات، عايز افهم. ما فيش لقاءات، مش احنا لوحدنا، ده العالم كله. احنا بنمنع، وبرضه هنرجع نقول الامن الحيوي وخاصه في الاسابيع الاولى من العمر الامن الحيوي بيلعب دور كبير جدا جدا في منع دخول هذه العطرات الى المزارع، لان هو ده الملاذ الوحيد وده الملاذ اللي بتعتمد عليه الدول المتقدمه. يعني النهارده الولايات المتحده او اوروبا ما بتحصنش الانفلونزا ومعتمده على الامن الحيوي. اذا الامن الحيوي هو اساس في صناعه الدواجن، عشان كده احنا بنطالب بتشريع للامن الحيوي يكون مع ترخيص المزرعه. لازم يكون في تشريع امن حيوي. المزرعه ما فيهاش امن حيوي تتقفل، لان اصبحت المشكله هي احد اهم اسباب انتشار العدوى من هذه المزرعه اللي ما فيهاش امن حيوي. الامان الحيوي قولا واحدا هو كلمه السر في صناعه الدواجن، وده اللي اكد عليه كل خبراء الجمعيه المصريه البيطريه للدواجن. ومن غيره والله لو استخدمت اقوى لقاح في العالم ولا هيعمل حاجه. والموضوع بسيط جدا، اختار مكان صح، ملتزم بالبعد الوقائي المحدد بين المزارع، والزم عمالك وكل اللي يزورك باجراءات الامان الحيوي والتطهير، واعمل نظام مغلق ومعزول، وتحكم في العنبر بشكل كامل. وقتها أكيد هتكسب وتبقى من أفضل المربين في مصر، واستثماراتك تكبر، وإحنا في الجدعان نيجي عشان نفرح بيك.